السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات برمجة واحد. احنا وصلنا عند هذه السلايد وحكينا على وتكلمنا على الاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت او البرانشينج ستيتمنت لما بكون في عندك اللي هو شيء من هذا المثيل، بيكون في عندك اللي هي ستارت بوينت او الكود موجود عندك، لكن انت بتوصل عند مفترق طرق، بدك تحدد مثلا هل الشخص متزوج او غير متزوج، هل الطالب مسجل او غير مسجل، هل القيمة قيمة اكس مثلا تساوي 3، هل باقي الفلوس الموجودة في البنك مثلا اكثر من 500 شيكل. فهذه تعتبر كلها، احنا ساعة ما بنقول اذا معناته انه في عندي شرط او كونديشن، عشان يعني اذا الكونديشن بيحتمل او نتيجة الكونديشن بتحتمل انها تكون اما صحيحة او خطأ، اما ترو او فولس. فاذا كانت ترو، المسار البرنامج بيحكي لك انه اذا كانت في جملة شرطية موجودة معناته احنا بنوصل عند مفترق طرق، اما بنروح على اليمين او بنروح على اليسار، اما بنمشي بمسار الترو او بمسار الفولس، اما بمسار الصح او مسار الخطأ. فاذا كان مثلا الشرط صحيح، في عندي مثلا سيكونس او مجموعة من الجمل المطلوب مني اني انفذها، فاذا كانت هذه الجمل بس تلجأ او بتم استخدامها فقط عند صحة الشرط، فبحطها في الجزء اللي هو بخص الترو. لكن إذا عندي مجموعة جمل أخرى يجب أن يتم تنفيذها في حال فشل هذا الشرط، فبدنا نحطها في برانش الفولس. فإحنا وصلنا عند هذه السلايد وتكلمنا عن أشياء اللي هي كيف نطبق الاند وكيف نطبق اللي هو الاور لما يكون في عندي شرطين مثلا، هنا شرط وهنا شرط، فبدي ايا من هذين الشرطين يكون ترو. يعني اذا كان هذا ترو وهذا فولس معناته كل الشرط ناتجه عبارة عن ترو، فيتم تنفيذ اللي هو بلوك لترو. لكن اذا كان هذا فولس وهذا فولس معناته الناتج راح يكون فولس، فراح يوصل لبلوك الفولس اللي هو بيكون موجود عند الالس. اما في حالة وجود اللي هي الاند، عندي هنا شرط وعندي شرط اخر، هم عبارة عن يعني مجموعة شروط يجب تحققها بحيث عشان تكون الناتج ترو. فاذا كان هذا ترو وهذا ترو، true and true بيعطيني true، معناته أنا بدي أجي لبلوك لtrue وأنفذه. لكن إذا واحد منهم كان false بسبب وجود الand، فمعناته إنه الناتج هان البوليان expression الناتج تبعه بيكون false. فإذا كان false معناته بدنا نروح للfalse block ونروح ننفذه. طيب بالنسبة لهذا اللي توقفنا عنده المرة الماضية، بتكلم على انه negating a boolean expression. negating a boolean expression المقصود فيها انه معكوس البوليان expression. فانا اذا بدي اعكس البوليان expression اللي هو الشرط الموجود عندي هان، اذا انا بدي اعكس مثلا هذا، فانا ممكن احط قبله هنا اللي هي علامة التعجب اللي هي هذه. فأنا في عندي هنا اللي هو الشكل الموجود عندي هان بيحكي لك إنه A operation B بين أقواس، وهنا في عندي negation is equivalent to A operation B. فخلينا نطبق مثلا سطر على سطر، أو نشوف مثلا اللي هو الجملة المنطقية مثلا لهذه السطر، أو مثلا أي سطر من الأسطر هذه. وإذا تمت بتطبق الباقي لوحدك، لأنه يعني تنطبق على كل واحدة منهم. فخلينا نقول مثلا الـ A أقل من الـ B، خلينا نحكي مثلا إنه الـ A، خلينا نحطها هنا، خلينا نحكي إنه مثلا الـ A تساوي 5 والـ B تساوي
10. طيب، فالشرط اللي بحكيه، طبعا هذه انا ما بنفذ جافا لحد الان، انا بس شغال منطقيا. فلما بنحكي انه ال A اقل من ال B، هذا بده يعطيني true، مظبوط؟ هذا المفروض انه يعطيني true. خلينا ننزل هاي لتحت. ال A أقل من ال B صحيح، اللي هي 5 أقل من 10، هذه true. فال negating لل true، طبعا في عندي اللي هو ال negating ل اللي هو ال A أقل من ال B، معناته بدها تصير negating لل true، وهذه بدها تعطيني false. تمام، هذا ناتج اللي هي الاوبريشن هذه، فصارت فولس. طيب الان لو بدي اجي مثلا اطبق اللي هو الشرط الاخر اللي هو هذا المقابل لها، بحكي لك انه الاي اكبر او يساوي اللي هو الفوق البي. هل الاي، طبعا هذا اللي هو خلينا نقول انه هيك نعمله، هذا المعطى رقم واحد او الجزئيه اللي هي رقم واحد اللي هان بتخص هذه. خلينا نشوف ال B، هل الناتج راح يطلع فولس ولا لا. فال A بحكي لك انه ال A اكبر او يساوي ال B، اللي هي هذه ال A اكبر او يساوي اللي هي المقابل لإلها، اكبر او يساوي ال B. هل الخمسة اكبر او يساوي العشرة؟ طبعا هذا الناتج تبعه بده يكون false، وهذا المعطى رقم 2. لذلك معكوس هذا الاكسبريشن لما بحط هذه هان، هي تساوي اللي هو العكس، عكس الاقل اللي هي اكبر او يساوي، عكس الاقل او يساوي اللي هي اكبر، عكس الاكبر اقل او يساوي. ف إن شاء الله بتكون هذه الجزئية وضحت منطقيا. طيب، في عندنا كمان حاجة اسمها logical operators. logical operators في عندي اللي هو ال and اللي مع بعض، تمام، وفي عندي أو اللي هي هذه تعتبر logical operator واسمها and، وفي عندنا ال or، وفي عندنا اللي هي ال negating أو بنسميها ال not. طيب خلينا ننفذ هدول مع بعض، او يعني ماشي خلينا ننفذهم. الموجود عندي هنا عبارة عن جملة if statement، في عندي true، وفي عندي عفوا if statement، وهنا في عندي البولين اكسبريشن. اذا كان البولين اكسبريشن هنا true، معناته راح ينفذ لي اللي هو هذه الجملة، اذا كان false راح ينفذ لي هذه الجملة. فخلينا نشوف، نحط مثلا x و y، نقول له مثلا int x تساوي 10، ونقول int y تساوي 5، ونحط كمان int z تساوي 1. طيب الان عشان اطبق اللي هو موضوع ال and وال or، خليني اشوف، نقول الشرط عندي اذا كانت ال x، خلينا نشيل الاقواس هذه، اذا كانت ال x اكبر من ال y، بدي احط جنبها كمان ال and اللي هو y اكبر من ال z، اطبع لي true. فاحنا قاعدين بنقارن اذا كانت ال x اكبر من ال y وال y اكبر من ال z، اطبع لي true. فال x اكبر من ال y، هذه معناتها true، ال x اكبر من ال y، وال y اكبر من ال z اللي هي 5 اكبر من 1، معناته هذه true. true مع true بتعطيني true، لو اجي انفذها لازم تطلع true. دي طلعت هذه. طيب لو غيرت في الإشارة هذه وقلت له أقل، طبعا هذه الجزئية ما غيرتش عليها، معناته هذه ترو. فترو الواي أقل من الزد، الخمسة أقل من الواحد، طبعا فولس. فترو مع فولس راح يعطيني فولس. طيب لو غيرنا هذه الأوبريشن ل اللي هو أور، هذه ترو وهذه فولس كما هي ما تغيرتش، فالtrue or false راح يعطيني true، وراح ينفذ اللي هي هذه الجزئية، راح أعطاني true. طيب
بالنسبة للنت يعني زي ما طبقناها هنا اللي هي معكوس، بعطيك المعكوس. خلينا نشوف مثلا، خلينا أخلي هذه مثلا اللي هو and and اللي هي and. طبعا هذه الناتج تبعها راح يكون false، false بسبب انه هذا true ولكن هذا false. طب انا لو بدي اطبق عليه اللي هو negating، ممكن احطه بين اقواس هكذا واقول له هان اللي هو النت، النيجيتنج اللي هي النت، يعني هذه ناتجها الواي اقل من الزد طبعا فولس، ومعكوسها بده يكون ترو، ترو مع ترو بيعطيني ترو. خلينا ننفذها راح تطلع معي ترو. احنا هيك نفذنا اللي هي الثلاث لوجيكال اوبريتورز. في عندنا هذا اللي هو المثال، المثال يعني بحكي لك الفاليو اوف اي الفاليو اوف بي، وهنا بيعطيك اللي هو ناتج الاند وناتج الاور وناتج النت. فالاي اند اند بي او الاي اند بي، ترو مع ترو بيعطيني ترو، ترو مع فولس بيعطيني فولس، ترو مع فولس مع ترو بيعطيني فولس، فولس مع فولس بيعطيني فولس. لكن في حاله الاور، ترو مع ترو اللي هي الاي اور بي، ايا منهما كانت ترو بيعطيني ترو. ف ترو مع ترو بيعطيني ترو، ترو فولس بيعطيني ترو، فولس مع ترو بيعطيني ترو، فولس مع فولس بيعطيني فولس. هذه الاشياء اعتقد انكم درستوها في المقدمه في الحوسبه. بالنسبه للفاليو اوف نوت اي، اللي عندي هي الاي فقط، الاي عكس الترو بيعطيني فولس، عكس الترو بيعطيني فولس، عكس الفولس بيعطيني ترو، عكس الفولس بيعطيني ترو. طيب الآن نيجي لموضوع اللي هو استخدام اللي هي هذه العلامة. هذه العلامة معناتها equals. فخلينا نشوف مثلا، خلينا نشيل هذه الشرط ونحكي له الآن، نحكي له هنا مثلا إذا كانت الx، أو خلينا مثلا إذا كانت الx تساوي، بنفعش نقول تساوي 10 فقط، هذا غلط، هذه معناتها assign. فأنا إذا بدي أقارن قيمتين في بعض، يعني اللي هي القيمة اللي هان مع قيمة X، بدي أحط اللي هي هذه الإشارة، هذه معناتها يساوي، وتستخدم هذه دائما في جمل الـ F. إحنا الآن قاعدين بنطلب منه، بنقول له قارن لي هل قيمة الـ X تساوي 10؟ إذا كانت صحيحة راح يطبع اللي هو هذه الجملة، إذا كانت خاطئة راح يطبع هذه الجملة. خلينا ننفذها، راح يطبع معي true. لكن لو غيرت على قيمة الـ X وخليتها أي قيمة أخرى وقلت له run، راح يطلع لي false، لأنه قيمة x هي 10 و10 لا تساوي اللي هو 12. طيب لو خليناها مثلا 10 ورحنا غيرنا بهذه القيمة أو بهذه الإشارة اللي راح نشوفها كمان شوي، هذه معناتها اللي هي لا تساوي، هل ال x لا تساوي 10؟ طبعا هذه خطأ وراح يطبع لي اللي هو false. خلينا نشوف، طبعا طلع لي false بسبب أنه ال x أصلا تساوي 10. فإذا خلينا هذه مثلا 12، هل العشرة لا تساوي 12؟ طبعا صحيح، معناته راح يطبع لي اللي هي ترو. طيب نرجع. طيب هان النقطة هذه ركزوا عليها يا جماعة، تحكي لك اللي هي علامة المقارنة اللي هو جزئين أو مقارنة طرفين is not appropriate for determining if two float points value are equal. فبنفعش الواحد يقارن رقمين من نوع float، من نوع أرقام عشرية، بسبب إنه الجافا دائما يعني الكسور مرات يعني صعب جدا إنهم يتشابهوا مع بعض، بسبب إنه التلت مثلا، التلت لو بدنا نيجي نقول التلت، خلينا نقول system.out.println، خليني أطبع هذه أو أطبع اللي هو هيك وأقول له بدي إياك تطبع لي 1/3. طبعا هذه بدها تكون اللي هو F، بدي أطلع الفلوت، خليني بس أطبعها أشوف إيش بيطلع الناتج. طبعا طلعت هذه اللي هي عبارة عن فلوت. تمام، أنا بدي أخذ هذه القيمة الفلوت كويس وأخزنها في زد أو أخزنها في رقم جديد. أنا السبب إني بعمل هيك إشي عشان أورجيك إنه صعب تقارن قيمتين فلوت مع بعض. فهذه القيمة عبارة عن فلوت، لأن لو جيت أقول له مثلا هل الفلوت يساوي
اللي هو الاف اللي هي هذه القيمة. خلينا نشوف هل بدي يطلعها. طلع ترو، لكن لما نيجي نقرب مثلا، او بدنا نقرب مثلا للارقام، لو نقول له مثلا التلت، هل التلت تساوي هذه القيمة؟ حيقول لك انها بتساويهاش، لانه هذه لو بدك تيجي تقربها مثلا المفروض انها تكون اكثر من هيك، يعني بدها تكون، خلينا نقول انه هيك، يعني لو كانت زي هيك قلت له رن طبعا هذه بتطلع فولس. السبب انه موضوع الفلوتس يعني صعب انك تقارن كسور، يعني الكسر اللي طلع معي هان عبارة عن كسر عشري، زي ما طلع هان رحت قارنته وطلعت صحيح، لكن لما تيجي مثلا تقول له هل التلت تساوي هذه الإشارة أو هذه اللي هو الرقم، غالبا راح يطلع لك إياه خطأ، راح يطلع لك إياه فولس. فعشان يعني تتفادى الأمور هذه يفضل أنك تستخدم موضوع الأكبر أو الأصغر، أفضل أنك تستخدمها مع الفلوت. فدائما اللي هي موضوع اليساوي هذه إما تستخدمها مع الانتجر، تستخدمها مع string، تستخدمها مع character، فهذا بيكون يعني هذا الشغل الصح. is a property for determining if two integers or characters have the same value. فاليساوي يساوي هذه أو إشارة اللي هي مقارنة الطرفين هي مناسبة عشان موضوع إنك تقارن الانتجر أو two integers أو two characters أو two strings. بس strings راح نوصل لها يعني بعد كم سلايد إن شاء الله، بس خلينا نركز على موضوع الانتجرز والكاركترز. فزي ما قارنا هنا موضوع اليساوي، كانت الاكس تساوي اللي هو 12، فهذه خلينا نشيلها، بدناش اياها، ونقول له run الاكس. احنا هيك قارنا، عفوا 10 هيك طلعت اللي هي ترو. طيب لو كان في عندي مثلا كاركتر اللي هو من نوع char c تساوي a، تمام، لو قلت له هنا هل مثلا انه c، انا بدي اقارن c يساوي ال a. طيب انا هيك قاعد بقارن، هل قيمة ال c المتغير c هل هي a ولا لا؟ واذا بنقول له run راح يقارنهم في بعض طلع لي true، لكن لو غيرت هذه القيمة لمثلا E وقول له run راح يطلع لي القيمة false. فيفضل استخدام هذه المقارنات مع الانتجر ومع اللي هو الكاركترز. راح نيجي لموضوع اللي هو floating points برضه. طيب برضه هذه بنفعش يعني نقارن two objects مع بعض، يعني المقصود بالأوبجكتس اللي هو مثلا يعني هذا الموضوع راح نتكلم عنه في برمجة 2، لكن أوبجكتس خلينا نتكلم على أوبجكتس. لو كان في عندي string وسترينج، يعني لو كان في عندي مثلا اللي هو string مثلا s1 تساوي hello، طيب وفي عندنا string آخر s2 يساوي hello أو hello هيك، هل هذه زي هذه؟ طبعا لا. عشان هيك يعني هذول ما بيسووش بعض، يعني لو بدي أقول له مثلا s1 تساوي s2 راح المفروض إنه يطلع لي، يعني هنا إحنا بيقول لي flip operands of the binary operator invert f. فلو نيجي ننفذها الناتج راح يطلع فولس. هو يعني مستغرب انه انا قاعد ب يعني ب بقارن تو اوبجكتس، لانه احنا استخدمنا سترينج، والسترينج هي عباره عن اللي هو كلاس تايب، او طبعا كلاس تايب فاريبل. فهو مستغرب انك انت مستخدم اللي هو اليساوي يساوي او اللا يساوي زي ما احنا شايفين في الايرور. فالكمباريزن لما بتصير لتو سترينجز او تو اوبجكتس المفروض ما بتصيرش بهذه الطريقه. خلينا نشوف كيف الطريقه قاعد تحكي. بيحكي لك انه تستخدم اللي هي هذه الاس1 دوت ايكوالز لاس2.
وهذه تطرقنا إلها في اللي هو في تشابتر 2، في نهاية تشابتر 2. عشان هيك لو نيجي بدنا نقارن النصين في بعض، أنا بدي أقول له اللي هو S1 dot equals، اللي هي equals to اللي هو S2. فهل اللي هو S1 يساوي S2؟ بهذه الحالة الناتج راح يطلع false، لذلك لو أجي أنفذها راح يطلع معي false بسبب إنه هذا النص لا يساوي هذا النص. لكن في عندي يعني إذا أنا بديش أنت أطلع اللي هو موضوع الكيس sensitivity، موضوع اللي هو الكابيتال لتر والسمول لتر، ممكن نغير هذه الـ equals to لـ operator تانية اللي اسمها equals ignore case. ف في الـ equals ignore case خلينا نشيل هذه ونطبقها، نقول له equals ignore case ونقول له S2. فاحنا بنقول له قارن لي S1 مع S2 وما تتطلعش ل اللي هو مين كابيتال لتر ومين سمول لتر، بس قارنهم في بعض، فلما ننفذها راح تطلع ترو. طيب احنا زي ما احنا شايفين، يعني ممكن واحد يقول انه ليش انا، طب انا ممكن احط هذه هلو، وش الفايدة من مقارنتهم في بعض زي هيك؟ احنا ممكن يعني يخطر في بالنا حاجة انه انا في عندي string مثلا اللي هو الاس واحد، وانا حبيت انه المستخدم يجي يدخل لي مثلا نص هان، والنص اللي هان اللي بيدخله بدي اقارنه مع اللي هو السترينج الموجود عندي. لذلك ممكن ننفذها بالسكانر ان يساوي نيو سكانر سيستم دوت ان، بعدين نحكي له بدي اللي هو السترينج S2 الموجود عندي بدي اياه اللي هو ان دوت نيكست. كويس خلاص. طيب الان المستخدم، طبعا انا في عندي هنا السترينج موجود هلو، وانا بدي المستخدم يدخل لي هلو. طيب لو قلنا له يدخل هلو، خلينا نشيل هذه ونحط اللي هو دوت ايكوالز لوحدها ونقول له الاس 2. انا بدي اقارن بس ما يدخله المستخدم بغض النظر، يعني انا مش حاطط للمستخدم ايش يدخل عندي هان، يعني بدي ادخل بس اللي هو كلمة هلو. خلينا نحط له برضو هنت، نقول له سيستم دوت اوت دوت برنت الان، ونقول له بليز كي ان هلو مثلا. نيجي نعمل رن لهذا البرنامج، البرنامج بيحكي للمستخدم انه دخل لي هلو لو سمحت. فلما بيجي يدخل هلو ممكن يبدأ بالكابيتال لتر، لو دخل هلو زي هيك بكابيتال لتر راح بعد ما نضغط الانتر راح يروح يقارن ما بين الاس واحد اللي هو هذا وما ادخله المستخدم اللي هو في S2. S2 صارت هلو، وهذه وهذه متطابقين، معناته راح يطلع معي ترو. طيب لو نيجي ننفذها الان، طبعا احنا مش يعني مش حاطين للمستخدم، يعني ممكن المستخدم يشوف كلمة هلو مكتوبة بالضبط زي هيك ويروح يكتبها هلو، ماشي انت طلبت مني اكتب هلو، هاي هلو. طب طلعت فولس مع انها نفس الهلو، فلما جينا قارناهم في بعض ما تطابقوش مع بعض. عشان هيك عشان نتغلب على حاجة زي هيك، بدل ما نستخدم الايكوالز يفضل انه نستخدم اللي هو ايكوالز ignore case ونقول له S2. فهنا المستخدم يدخل hello بهذه الطريقة راح تطلع true، ولو دخل hello بالطريقة اللي هي هذه راح تطلع true. لكن لو طبعا لو دخل hello hellos مثلا وانتر طبعا راح تطلع false، لأنه هذا اللي هو هنا لا يتطابق مع هذه بتاتا، بغض النظر طبعا عن اللي هو الكابيتال لتر او سمول لتر. فهي عندي طبعا الايكوالز والايكوالز اجنور كيس، هذا عبارة عن السينتاكس اللي هو الايكوالز والايكوالز اجنور كيس، وطبعا نفذناها الان امامكم.
طبعا انتر تو لاينز نفذوا هذه موجودة في ليستنج 3.2، بإمكانكم ترجعوا لهذا المثال. أنا بحكي لك إنه دخل لي سطرين، Java is not coffee، Java is not coffee نفس الشيء، لكن هنا Java is متطابقين، هذه small letter، هذه السطر الثاني اللي دخل طبعا كله كان capital letter. فباستخدام ال equal أول سطر، the two lines are not equal، هذه تم استخدامها مرتين. بعدين but the lines are equal ignoring case، يعني لو تجاهلنا موضوع ال equal، موضوع اللي هو الكيس، الكابيتال لتر والسمول لتر الاثنين متشابهين تماما ومتساويين. طيب في ممكن اذا بدي او يعني اذا موضوع اللي هو الكومبير تو، موضوع الكومبير تو strings consisting of alphabetical characters can be compared using method compare to، ممكن نستخدم compare to، هذه تكلمنا عنها برضو في نهاية اللي هو الشابتر الثاني، and method to uppercase or method to lowercase. ففي عندي method واحد، method اثنين، method ثلاثة. ف اذا مثلا حبينا انه إذا حبينا مثلا إنه يعني في عندي هنا مثلا اللي هي الحاجة المدخلة عندي بالسيستم أو المثبتة بالسيستم زي ما هو مكتوب عندي في البرنامج، وفي عندنا كمان اللي هو قضية الكومبارزن، خلينا بس ننفذ هذه الشغلة هنا، هذه بدي أخليها equals لوحدها بدون ignore case. إذا المستخدم اللي يدخل حاجة بالضبط زي هيك فقط بدون capital letter أو small letter فيها، بدوش يعني يدخل أي small letter أو أي capital letter، فأنا ممكن أروح أطبق على هذه شغلة، أقول له إنه بدي الـ S1 تساوي S1 dot to lowercase، يعني هذه method موجودة تحت اللي هي الـ strings، أي حاجة من نوع string لو كتبنا بعديها الدوت راح تطلع معك to lower case. فأنا في هذه الحالة رحت حولت ما في داخل الـ S1 لـ lower case وخزنته داخل الـ S1. نفس الكلام أنا ممكن أعمله بالضبط على اللي هو الـ S2، أقول الـ S2 تساوي S2.toLowerCase. ففي هذه الحالة أنا رحت هذا الكلام رحت حولته كله لـ lower case، وهنا ما أدخله أو ما يدخل المستخدم رحنا حولناه برضو اللي هو lower case. فأنا قاعد بقارن نصين من نوع lower case. لو أجي أنفذ، لو قلت له مثلا hello هيك راح يطلع لي true، ليش؟ لأنه راح عمل هذه أو حولها ل lower case، وهذه طبعا تم إدخالها أصلا ك lower case. طب ننفذه كمان مرة ونكتب hello بهذه الطريقة، طبعا هذه كلها capital letter، راح يحولها للور كيس ويقارنها مع اللور كيس من هذا السترينج. نقول له انتر راح يطلع لي برضو ترو. طيب طيب احنا في عنا كمان اللي هي موضوع الكومبير تو، انا لو بدي اقارن اللي هو يعني نص بنص، لو بدنا نقارن نص بنص خلينا نشوف المقارنة كيف بدها تصير. احنا خلينا نشيل، احنا حولنا بس اللي هو الاس 2 طبعا الاس 1 وبعدين عندي الاس 2 قال هي مقارنة نص بنص بدون استخدام الايكوالز، قال الاس 1 اللي هي اس 1 دوت كومبير تو، خلينا نشوف اس 1 دوت كومبير تو. فناتج هذه العملية هو عبارة عن انتجر. طيب ناتج هذه العملية عبارة عن رقم، والرقم هذا المفروض إذا كانوا متطابقين المفروض أنه يكون صفر، فهذه ناتجها. إحنا عشان نعرف الناتج تبع هذه العملية إحنا ممكن ناخذها ونقول له ننسخ هذه النقطة ونحكي له هنا
اللي هو system dot out dot print الآن ونحكي له هذا الكلام. طيب احنا عشان نعرف انه هذه بتخص اللي هي المقارنة خلينا نضيف عليها نص نقول له comparison. comparison. طيب خلينا نقول له اوكي run بدنا نشوف هاي الناتج عندي. خلينا نقول hello run الكومباريزن هان ناتجها صفر لانهم متطابقين تماما. عشان هيك لما بقارن شيئين في بعض اذا كانوا متطابقين الناتج تبعهم بيكون صفر، لكن غير متطابقين بده يكون اي رقم ثاني او بيكون رقم واحد. لذلك عندما بدنا نقارن نصين في بعض بهذه الطريقة ناتجهم راح يكون صفر زي ما احنا شايفين هان، وهذا السطر الان بيلزمنيش لاني عرفت الناتج تبعه لاني قاعد بقارن شيئين متطابقين. طيب الآن لو بدي أجي أعمل run لهذا الكلام وأقول له مثلا أنا بدي أدخل hello كويس راح طلع لي الناتج تبعهم true بناء على اللي هو هذا syntax الموجود عندي هان. طيب فهان تحكي إنه الميثود هذه اللي استخدمناها هان اللي هي compare to أو استخدمناها في الجافا تحكي لك a negative number if string 1 precedes string 2. المقصود فيها إذا كان النص الموجود في السترينج واحد إذا كان هذا النص يعني خلينا نقول النص هيك. طيب إذا كان النص الأول مثلا زي ما هو موجود عندي هان في S1 اللي هو هلو. طيب هذه بالنسبة ل اللي هو S1 خليها نكون hello وبالنسبة ل S2 لو كانت مثلا ABC إذا كانت ABC لا خلينا نقول HI I do مثلا. الآن هذا النص لو بنقارنه بهذا النص باستخدام الكومبير تو هذا الناتج الآن راح يطلع سالب واحد أو سالب كذا رقم راح يطلع نيجاتيف. ليش؟ لأنه ال H موجودة في الألفابيتيكال أوردر زي A B C D E F G H I J K إلى آخره لحد ما نوصل للزد. الآن هو لما بده يجي يقارن باستخدام موضوع اللي هو أو أداة الكومبير تو بروح بتطلع على أول حرف هنا هاي موجود H والحرف الأول الموجود بالS2 هو I فهذه بتقع قبل الI معناته هذه الناتج تبعها راح يطلع سالب رقم سالب سالب 1 2 أيا كان الرقم. لكن zero if the two strings are equal إذا كان هذا النص hello وهذا hello تمام متطابقين تماما معناته راح تكون الناتج صفر. لكن لو كان هذا hello وهذا مثلا ABC معناته هذا النص اللي أنا بقارنه بيجي بعد النص يعني هاي ال H بتيجي بعد الـ A معناته هذا راح يكون عبارة عن الناتج تبعه عبارة عن رقم بوزيتيف. طيب فهذه نواتج اللي هو دالة الـ compare to. طيب موضوع الـ if else statement أو الـ nested if else statement هذا موضوع يعني خلينا نتكلم يعني ناخذ مدخل فيه وبنكمل إن شاء الله في المحاضرة الجاية. الآن بحكي لك إنه في أي if else statement we can أو can contain any sort of statement within it يعني in particular it can contain another if else يعني في داخل ال if else statement. خلينا نشيل موضوع ال if else statement هذا ونخلي موضوع اللي هو ال x y z الموجودة عندي ونحكي له هنا اللي هو ال x
أكبر من الواي. الآن بحكي لك في داخل الـ if else statement ممكن تحتوي على أي نوع من أنواع الـ statements في داخل هذا البلوك. هذا اسمه هيك الـ true block، وهذا اسمه الـ false block. يعني معنات هذا الكلام إنه في داخل الـ if else statement أو داخل الـ if else statement can contain any sort of statement within it. أي نوع من أنواع الـ statements ممكن تكون موجودة في هذا المكان أو في هذا المكان. In particular it can contain another if else statement. يعني ممكن في داخل الـ if else statement هذه ممكن نحط كمان جملة if else statement هان. ممكن نحطها في هذا المكان، وممكن نحط كمان if else statement في داخل هذا المكان. طيب نكمل. An if else statement may be nested within the if part. ال if part اللي هو المقصود في ال true، يعني ممكن نحط كمان if else statement هنا في هذا المكان. النقطة الثانية بتحكي لك إنه ممكن تحطها داخل ال else part، يعني ممكن نحط كمان if else statement في هذا المكان في هذا البلوك. النقطة الثالثة بتحكي بأنه ممكن تحطها within both parts، معناته ممكن نحط if else statement هان، وممكن نحط كمان if else statement هان في الداخل. طيب خلينا نشوف مثال عليها. بحكي لك هي السينتاكس تبعها. هي أول كلمة if statement، وهي البوليان expression. نشيل هذه طبعا. خلينا نشوف بس اوكي اكس هاي، وهاي كمان، هذه كمان بدي اشيلها. طيب هاي عندي الاف ال ستيتمنت المجرده. الان بيحكي لك انه بامكانك انك تحط اف داخل الالس بلوك، يعني ممكن تكون هيك شكلها داخل الالس، وممكن تكون برضو داخل اللي هو كمان اللي هو الاف. فهنا في عندي بلوك يعني نفس جملة الـ if statement. يعني اللي بصير هو كالتالي، خلينا نمشي مع syntax ونشوف كيف اللي بصير. إذا كانت جملة الـ if أو الـ boolean expression اللي هان صحيح، معناته بده يدخل على اللي هو بلوك true اللي هو الموجود هان وينفذه. طيب لما يكون هذا عبارة عن true، معناته بده ينزل سطر ويجي ينفذ. لما بده يجي ينفذ بلاقي إنه في كمان if statement موجودة. بما انه موجوده كمان اف ستيتمنت، برضه بروح بمشي عليها، بروح بقارن هذا البوليان اكسبريشن الموجود هان. اذا كانت ترو بينزل على اول ستيتمنت موجوده هان وبنفذها، او مجموعه الستيتمنتس الموجوده هان وبنفذها. اذا كان فولس بده يروح على الالس وينفذ ما هو موجود تحت الالس. طيب اما على النقيض، او يعني اذا طلع اللي هو البوليان اكسبريشن هان، اذا طلع فولس معناته مش راح يدخل على هذا البلوك بتاتا، وراح راح يذهب مباشرة لبلوك الالس وينفذ ما هو موجود ضمن اللي هو نطاق الالس، لأنه الشرط طلع false. طيب each else is paired with the nearest unmatched if. If used properly indentation communicates with if, goes with which else, braces can be used like parentheses to group statements. فهو بحكي لك انه يعني اذا تم كتابة، خلينا نشوف المقصود بهذه السلايد. كانت عندي if x اكبر من y. الان خلينا نحط كمان جملة بداخلها نقول له if اللي هو y اكبر من الزد، تمام. بدي اقول له system.out.println. انا عندي هذا الكونديشن الاكس اكبر من الواي، خلينا نكتبها انه اكس اكبر من الواي اكبر من الزد. طيب ونقول له مثلا كمان هي عندنا else، ونقول له system.out.println ونحكي له هيك.
طيب إذا كانت لا معناته الـ x أكبر من الـ y صحيحة لأنها صحيحة، لأنه بما أنه هذا صحيح معناته دخل هان في هذا المكان، طبعا في هذا نفذه، راح يكون عندي الـ x أكبر من الـ y، لكن الـ z أكبر من الـ y، معناته الـ z بدها تكون هان وهي بدها تكون أكبر من الـ y، الـ z أكبر من الـ y. هذا سطر ملزمنيش، خلينا نعمل له تطليل. نفس الكلام أنا بدي داخل الـ else statement برضو أعمل كمان if statement وأقول له إنه الـ else اللي هي الـ z أكبر من الـ y، أو لا الـ x أكبر من الـ y، صحيح نفس الكلام الموجود هنا، يعني إنه يكون طبعا إذا كانت الـ x مش أكبر من الـ y معناته الترتيب اللي هان بده يتغير. print الآن. طيب خلينا نشوف اللي هو هل الـ y أكبر من الـ z، هل الـ y أكبر من الـ z، ونقول له system.out.print الآن. طبعا في حالة عدم تحقق هذا الشرط بده يجي هان، معناته الـ y أكبر من الـ x، الـ y أكبر الواي أكبر من الإكس والواي أكبر من الزد، طبعا على اللي هو سيبونا من المنطق تبعها إنه ممكن تكون الزد أكبر من الإكس. طيب إلس سيستم دوت أوت دوت برينت الآن، إذا لم يكن هذا الشرط صحيح معناته الزد بدها تكون أكبر من الواي، الزد بدها تكون أكبر من الواي، هاي أول نقطة. الشغلة الثانية اللي هو الواي أكبر من الإكس معناته بدها تكون هيك. طيب إحنا خلينا ننفذ، طبعا هذا الكلام بلزمنيش. اللي بصير الآن إنه هاي عندي إف، وهذه الجملة اللي إذا كان هذا true بنفذ هذا الكلام، إذا كان هذا الشرط false بنفذ هذا الكلام. دائما بحكي لك بأنه كل else إلها if، كل else إلها if، بنفعش نكتب else بدون if. طيب كل else إلها if، وكل يعني هنا بحكي لك اللي هو، طيب خلينا نشوف اللي هو لو احنا بدنا نيجي نشيل على سبيل المثال اللي هو هذه الالس، انا لو حبيت اني اشيل هذه الالس هيك، الان صارت الالس اللي هان ما بتتبع لهذه الاف، صارت الالس اللي هان بتتبع لهذه الاف، لانه الالس دائما زي ما بحكي هان، الالس دائما is paired with the nearest unmatched if، فهو الالس دائما يعني بتكون بتتبع اقرب اف الها. فعشان نحل هذه المشكلة بحكي لك انه استخدم اللي هي البارانثيسيز، استخدم اللي هي البارانثيسيز المقصود فيها اللي هو الاقواس هذه، عشان هيك هذه بتريحك كثير، بتخلي كودك منطقي، يعني هيك احنا ممكن الواحد يتصعب من قراءة هذا الكود، ما يعرفش الالس هذه تابعة لمين الا يعني لو واحد مندمج مع الكود، لكن لو هذه ما كانتش موجودة هذا معناته انه الكود صحيح لكن في خطأ، الخطأ هو انه الكود صحيح طبعا لكن الخطأ عبارة عن خطأ منطقي. لذلك عشان تحل المشكلة هذه استخدم الاقواس، هاي في عندي جوس، وتقفيلة القوس تيجي جنب الإلس، معناته إنه كل ما هو موجود هان عبارة عن الترو بلوك. طيب نفس الكلام أنا عندي الإف هنا، شايف كيف لما فتحنا الإف راح أخذ اللي هو الإلس الموجودة يعني عشان القوس اللي هان، لكن لو قفلنا زي هيك راح نلاقي إنه راح قفل اللي هو أقرب قوس كان مفتوح. نفس الكلام على الإلس، بدي أفتح هذه
الـ else block وأقفلها في هذا الكلام. الآن اللي صار عندي إنه أنا في عندي بلوك للترو تم فتحه بهذه الطريقة، وفي عندي بلوك للإلس تم فتحه بهذه الطريقة، وهذا عبارة عن بلوك كامل خاص باللي هو الترو بلوك. الآن هذا عبارة هي نهايته، يعني يعني يفضل إنه الواحد يستخدم الأقواس لأنها بترتب الكود وبتنظم الكود، وأي شخص بده يجي يقرأ الكود سهل عليه إنه يقرأه. ونفس الكلام إحنا بنطبق نفس الشيء على اللي هو الإلس ستيتمنت. الإلس ستيتمنت أول ما فتحناها هان لازم نقفلها هان، وما تروحش تخربط ما بين اللي هو الجوس. أول ما تفتحها تلاقي إنه في جوس مغلق، لا، هذا الجوس أساسا للي هي الفويد مين أو المين ميثود. بما انه فتحنا جوس هان لازم نقفله بهذه الطريقه. نفس الكلام في هذه للاف ستيتمنت، فتحنا جوس بالضبط زي ما عملنا هان، راح نقفله عند الالس، وفي عند الالس نفتح كمان جوس ونقفله بهذه الطريقه. هيك انا بأضمن تماما بانه الكود تبعي منسق تماما، ولو اجي انفذ راح يطلع معي اللي هو x اكبر من y اكبر من z، بسبب انه هذا الشرط ترو وهذا الشرط ترو. لو بدي اجي اغير مثلا في الزد اخليها اكبر من الواي، اخلي مثلا هذه عبارة عن 7 ونشوف. الx هي عبارة عن 10 والواي 5، العشرة اكبر من 5 هذا ترو، معناته حيجي هان ويقارن. هل الواي اكبر من الزد؟ الواي هل الخمسة أكبر من السبعة؟ طبعا فولس، راح يجي للإلس الخاصة بهذه الإف ويطبع لي اللي هو إكس زد واي. ننفذ نشوف إكس زد واي. طب خليني أغير في هذا الشرط هنا في القيم هذه، أحكي له إنه الواي خمسة لكن الإكس بديها تكون تساوي واحد. هل الواحد الإكس أكبر من الواي؟ هل الواحد أكبر من الخمسة؟ طبعا فولس، بما أنها فولس راح على طول يوصل للإلس ويقارن هل الواي أكبر من الزد. هل الواي أكبر من الزد؟ طبعا برضو فولس، وراح يجي لهذا البلوك وينبذ ويكتب لزد واي إكس. خلينا ننبذه طلع لزد واي إكس. فالأقواس هذه بتساعدك على أنك ترتب الكود تبعك وتنظمه يعني تكون في موضع المتحكم بالكود، وتعرف بالضبط وين القوس او ايش الجمل اللي بتندرج تحت كل قوس من يعني كل قوس والتاني. طبعا في نقطة كمان بدنا نحكيها، انا ممكن انا بديش بس جملة الطباعة هذه فقط. لو كانت في عندي اكثر من جملة طباعة، خلينا نقول انه هاي جملة طباعة أخرى وهي مثلا 2، حبيت أن أطبع بهذه الطريقة وهنا في 1. طيب بسبب الأقواس أنت ممكن تكتب أكثر من جملة طباعة، لكن إذا ما كانش في أقواس أنت بتكون مقيد بس بسطر واحد فقط. عشان هيك الأقواس وجودها مهم، بسبب أنك أنت ممكن تنفذ أكثر من شيء طول ما انت في البلوك او في الترو بلوك. طيب خلينا نيجي نشوف هذا المثال. انا في عندي مثالين، هاي فيرست فورم هاي سكند فورم. الان هذه الاف اي اكبر من البي، الاي اكبر من البي، اذا كانت ترو انا بسبب هذا القوس الموجود هان بحكي لك انه نفذ لي بس الاف هذه، وانا راح انفذ هذا الكلام الان على على النت بينز. بحكي لك انه نفذ لي اياه، وهنا في عندي جملة اف ما فيش فيها الس، تمام، وبعدين هذه جملة الالس اللي هنا تابعة للاف، بسبب انه الاقواس الموجودة عندي هنا محددة بالضبط الالس هذه تتبع لمين. لكن انا بدون الاقواس هذه، تعال نشوف، هنا في عندي اف وفي بعدها اف وفي كمان الس، صارت الالس اللي هنا بدون الاقواس هذه صارت تتبع لاقرب اف الها، تمام. انا راح انفذ اللي هو في عندي A و B و C و D و E و F و G، راح انفذهم، راح اعرف هذه المتغيرات من A ل G، واعطي لكل
قيم لكل متغير راح أعطيه له قيمة. خلينا نمسح هذا الكلام، نشوف هذه بالضبط هي مكانها. من هان بدي أمسح لحد اللي هان. خلينا نقول الانت a تساوي 1، b تساوي 2، c تساوي 3، d تساوي 4، d e تساوي 5، a b c d e f تساوي 6، والجي تساوي 7. أعتقد إنه ما فيش حدا عنده أي مشكلة في طريقة التعريف هذه. بدل ما أعرفهم يعني بي وأعطيها 2 أو أيا كان، يعني كل واحدة في سطر، أنا عرفتهم بسطر واحد. الآن الجملة الـ F بتقول F A أكبر من الـ B، مظبوط؟ هيك بنقول الـ A أكبر من الـ B. خلينا ناخدها زي ما هي هيك، ننسخها ونرتبها في اللي هو في النت بينز. أنا بدي أشيل هذه وأحطها طباعها كذا. طيب الـ A أكبر من الـ B، بعدين هذه ملناش علاقة فيها، بعدين هاي في عندي if statement، أنا بس نسختها كما هي عشان ما نتخربطش. طيب وهذا ننزل السطر بالضبط هيك، وهاي في عندي else، هذه بدي أشيلها، ننزل هذه. طبعا هنا في عندنا كمان فاصلة منقوطة. ال h، ال h في عندنا كمان h تساوي 8. الآن اللي بصير كالتالي: إذا كانت ال a أكبر من ال b، هل ال a أكبر من ال b؟ هل الواحد أكبر من الاثنين؟ طبعا false. بما إنه false راح يجي على اللي هو ال else هنا ويقول لك ال g بدها تساوي ال h، معناته ال g بدها تصير قيمتها ما هو مخزن في الـ H. الـ H اللي هي 8، معناته G راح تكون ناتجها هاي. خلينا نقول system.out.println ونقول له اطبع لي قيمة الـ G. طيب خلينا ننفذها، الـ G راح تطلع 8. ليش؟ صار في عندي ترتيب بسبب الأقواس هذه. طيب خلينا نحط قيمة الـ A تكون أكبر من الـ B. خلينا نقول إنه الـ A 10، وبدي الـ C، الـ C أكبر من الـ D، الـ C أكبر من الـ D، الـ C طبعا مش أكبر من الـ D، معناته false، معناته مش راح يطبع ولا شيء. خلينا نشيل هذه، أنا هذه استخدمتها فقط يعني لما عرفت إنه راح يدخل في هذا البلوك. خلينا ننفذها ونشوف ايش بده يطبع. مش راح يطبع ولا شيء. ليش؟ لانه ال A صحيح اكبر من ال B، لكن ال C مش اكبر من ال D، ال C اقل من ال D ودخل في هذا البلوك. بما انه دخل في هذا البلوك وما فيش شيء else له، فراح يطلع او راح خلاص يكمل التنفيذ ومش راح يوصل لهان. ليش مش راح يجي لهان؟ بسبب انه هذا الشرط كان صحيح. طيب لو خلينا ال C اكبر من ال D، الـ C خلينا نحط فيها قيمة 5، فهو راح يروح على الـ E ويطبع اللي هو راح يروح على الـ E وياخذ قيمة الـ F ويخزنها داخل الـ E. يعني الـ E هي عندي 5 هان والـ F قيمتها 6، معناته الـ E بدها تكون قيمتها 6. خليني أطبع هان، خليه يطبع اللي هو نفس الجملة. أنا بدي إياه يطبع نفس الجملة هكذا، وهذه بدي أسميها اللي هي الـ E. فأنا بدي أحكي له هنا إنه E value زائد، وهنا بدي أقول له اللي هي الـ G value عشان نعرف إيش قيمة الـ G زائد. طيب ننفذها. أنا ليش طلع عندي الـ E بتساوي 6؟ بسبب إنه نيجي نعمل تريس. الـ A أكبر من الـ B صحيح،
الاي اللي هي 10 اكبر من الاثنين صحيح، معناته تدخل هان. قال اذا السي اكبر من الدي اللي هي 5 اكبر من الاربعة صحيحة، روح خد لي اللي هي الاي واعطيها ما في داخل الاف، الاف فيها 6، معناته روح حط الستة داخل الاي، عشان هيك الفاليو تبعت الاي صارت 6. طيب ليش الجي صارت 7؟ لانه اصلا ما تاثرتش الجي، لانه ما كان هذا هذه الجي بيتم عليها التاثير فقط اذا كان هذا الشرط خطا. بما انه هذا الشرط صحيح معناته الجي عندي بتضلها زي ما هي، هي عباره عن 7. طيب نروح نغير في اللي هو قيمه الاي ونرجعها لواحد. اذا رجعناها لواحد الاي حتضلها زي ما هي، حتكون 5، لكن الجي راح تصير 8. خلينا ننفذها. الاي فاليو صارت 5 لانه ما عملناش، ما تاثرتش بتاتا، والجي تغيرت بسبب انه هذا الشرط كان غير صحيح، كان فولس. طيب خلينا نشوف الشق الثاني من الفورم. الان لو كانت في عندي اللي هو بدون الاقواس، خلينا نشيل الاقواس، هاي قوس راح اشيله، هاي كمان قوس، صارت الالس هنا بتتبع لمين؟ بتتبع لهذا اللي هو الشرط، او الالس بتتبع لهذه الاف. لذلك اذا كانت الاي اكبر من البي، اذا كانت الاي اكبر من البي راح يتعامل مع هذه كاف ستيتمنت كجمله واحده، لكن اذا كانت اقل زي ما هو موجود عندي هان راح يطبع الاي والجي نفس القيم. خلينا نعيدها. اذا كانت الاي اكبر، خلينا نقول الاي اقل من البي، بما انه هذا الشرط خطا لانه الاي هي 1 والبي فيها 2، معناته يعني هل الواحد اكبر من الاثنين؟ طبعا هذا فولس، الواحد مش اكبر من 2، بما انه فولس راح يجي هان ويكمل التنفيذ. ليش؟ لانه هذا كله يعتبر ترو بلوك كاملا، يعتبر ترو بلوك. ليش ترو بلوك؟ بسبب انه الالس بتتبع للاف هذه. خلينا ننفذ. الناتج راح يطلع اللي هو الاي بدها تكون 5 والجي بدها تكون 7. ننفذ، صارت الاي عندي 5 كما هي والجي 7، ما صارش عليها اي تاثير. ولكن اذا غيرنا الاي هذه وخلينا هذا الشرط ترو، اذا غيرنا الاي وخليناها مثلا 0، فراحت الان هذا الشرط هو عباره عن يعني 10 اكبر من 2، هذا عباره عن بصير ترو صحيح، ال10 اكبر من 2، معناته راح يجي هان ويقول هل السي اكبر من الدي؟ هل السي اكبر من الدي؟ صحيح، معناته راح يغير على قيمه الاي، راح يغير على قيمه الاي. فناتج هذه العمليه راح يكون الاي فاليو راح تكون 6 والجي حتكون 7، مش راح يصير عليها اي تغيير. طيب الاي فاليو كانت 6 والجي 7. طيب خلينا نغير في هذا الشرط ونشوف الالس هذه راح تتبع الاف هذه ولا لا. لو غيرناه وخلينا انه السي بيكون 3، هذا معناته انه هذا صحيح ترو، وهذا الشرط صار عندي اللي هي السي اكبر من الدي اللي هي 3 اكبر من 4، وهذا عبارة عن فولس. بما انه فولس معناته راح يروح على الالس. ليش؟ لانه هذه الالس صارت تتبعه. احنا بدنا نختبر هل الالس هذه تتبع الاف هذه ولا الاف هذه. فاذا قلنا run اللي راح يصير انه الاي اكبر من البي صحيح، والسي اقل من الدي، السي مش اكبر، معناته فولس، راح يجي هان ويغير على قيمه الجي، الجي بدها تصير 8 والاي بدها تضلها كما هي 5. اتمنى انه هذا الموضوع يعني واضح. واللي عنده يا جماعه اي سؤال يبعث لي على الموديل، راح اساعده ان شاء الله مباشره في هذا الموضوع. راح نكمل في موضوع الاف ستيتمنت في المحاضرات القادمه، موضوع اللي هو الاقواس والامور هذه، انه اعتقد انه احنا يعني فهمنا ايش موضوع الاقواس، موضوع الاقواس للترتيب عشان ننظم موضوع
اللي هو الترو بلوك والفولس بلوك، او الاف بلوك والالس بلوك. راح نشوف كيف ناخذ يعني اشياء اللي هي بسموها المالتي برانشينج في المحاضرة القادمة. راح ناخذ امثلة على المالتي برانشينج، يعني كيف مثلا يعني احنا شفنا في اللي هو في هذه السلايد، شفنا اللي هو وين راحت هذا، هذه في عندي اللي هو التو برانشينج، الترو والفولس، ترو وفولس، اف ستيتمنت فيها ترو فولس. احنا بدنا نشوف موضوع المالتي برانشينج لما يكون في عندي حاجه زي هيك، اذا كانت ترو نفذ شغله معينه، اذا كانت فولس ادخل في كمان اف ثانيه واعمل لي كمان برانشينج، وهكذا 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 لحد ما توصل الى ما لا نهايه. تمام، هذه راح ندخل فيها في المحاضره الجايه، وراح نتكلم على موضوع اللي هو المالتي برانشينج، وراح ناخذ هذا المثال ان شاء الله تعالى. يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.